السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل 3D chart باستخدامات متعددة ممكن نستخدمها في اي داشبورد احنا بنعملها او اي بريزنتيشن. فانا عندي هنا تيبل صغير بيوريني الجروس مارجن لكذا برودكت، عندي برودكت 1 و2 و3 و4، وممكن بدل البرودكتس ده مثلا يبقى Q1 Q2، ممكن تبقى years 2018 2019. يعني التشارت دي فليكسبل جدا وممكن نعرض بيها اي داتا مختلفة احنا عايزينها. خلينا هنا نستخدم رو مساعد، هقول لكم ايه الهدف منه دلوقتي، ونعلم على الداتا بتاعتنا كلها، ونروح على insert وندوس على الكولوم او بار تشارت ونختار 3D stacked column. فال 1% اللي احنا حطيناها دي هي عشان تدينا الجزء الاورنج اللي فوق ده، كبرها شوية، نعمل كليك يمين format chart area، ونروح على الإفكتس لـ 3D روتيشن ونخلي الروتيشن 10% بس. بعد كده نعلم على الكولومز نفسها ونروح على الأوبشنز ونغيرها لسيلندر الشكل الأسطواني ده. وبعد كده خلينا نرجع للشارت تاني ونشيل الأكسس والجريد لاين والليجند، مش محتاجين دول. وبعد كده خلينا نقاد الداتا ليبلز، شيل التايتل برضو، خلينا نعلم على اول واحدة دبل كليك ونغير الكلر بتاعها، نروح على الفورمات والشيب فيل نخليه مثلا اللون ده، ونعلم على الجزء التوب اللي احنا عملناه ده، ونروح على الكلر نخليه جريدينت، وخلينا نختار هنا اللون ده نفسه، ونختار هنا لون أغمق شوية. خلينا نروح على الدايركشن نخليه linear diagonal، ونزود اللون شوية لحد ما يدينا الإفكت بتاع ال 3D. سيبها دي كده، نروح على اللي بعدها نعمل نفس الكلام، دبل كليك على الشكل وخلينا نختار لون تاني وليكن جرين، وان توب دي نعمل نفس الكلام، نختار جريديان فيلد، نغير بس الكلر ده هنا للجرين، نروح على الشكل اللي بعده ونختار لون تالت، خلينا نختار اكوا، دبل كليك على التوب، خليها برضو جريدينت ونغير الجرين دي لاكوا، واخر شكل دبل كليك، خلينا نختار مثلا بلو، التوب دي برضو نخليها جريدينت ونغير نفس الكلر، علم عليهم كلهم تاني، خلينا نقلل جاب شوية 20%، نرى الأكسس، رايت كليك على الأكسس فورمات، عايزين دول يقصروا شوية عشان نقدر نحط بقية الشكل، فخلينا نخلي الماكسيمم بتاعها 100%، هنخلي الماكسيمم 1 وندوس انتر علشان نخلي الاكسس بيوصل لحد 100% وبالتالي دول يصغروا. بعد كده ديليت الاكسس تاني مش عايزينها. الداتا ليبل دي خلينا نعمل لها فورماتنج، بولد كبرها شوية خليها 12، نزلها تحت هنا وخلي الكلر بتاعها أغمق من الأسطوانة، بالنسبة للجرين نفس الكلام، خلي الكلر بتاعها جرين غامق شوية هنا برضو، نختار أكوا مور كولرز،
شيل دول، بعد كده نروح على insert shape، نختار rectangle، نرسم shape يكون قد الاسطوانة بالظبط، خلينا نخلي الفيل بتاعه نفس الكلر بتاع الاسطوانة بس نزود الترانسبيرنسي نخليها 85% أو 75%، وشيل الأوت لاين. بعد كده خدوا كوبي بيست على الأسطوانة اللي بعدها وغير اللون بتاعه بس خليه الجرين، كوبي تاني وغير اللون خليه أقوى آخر مرة وخلي اللون بتاعه بلو. بعد كده نروح على insert shape تاني، نختار نفس ال rectangle ونعمل مستطيل صغير هنا ونخلي اللون الغامق ونشيل برضو الاوت لاين بعد كده كنترول سي ونغير لونه لجرين لأكوا وآخر واحدة بلو. ممكن برضو لو حابين نحط ايكونز او نكتب اي تكست هنا نوضح بيه التشارت بتاعنا والداتا اللي جواها، يعني مثلا لو دي جروس مارجنز بتاع الديفرنت ديبارتمنتس ممكن نحط اسم الديبارتمنت، او لو ديفرنت كومبانيز ممكن تحط اللوجو بتاع الشركه. لو احنا مثلا على انسرت ايكونز هنلاقي عندنا ايكونز كتير ممكن نستخدمها، خلينا مثلا نشوف حاجه ملائمه. لو افترضنا ان ده الربح بتاع افريكا مثلا ممكن ننزل الخريطه بتاعت افريكا، ندوس انسرت نحطها هنا نصغرها شوية، خلينا نخليها بنفس اللون. نروح على insert تاني icons، خلينا نفترض ان الجرين دي مثلا ايروب، خلينا نعمل سيرش كده على ايروب، الخريطة بتاعتها موجودة برضو، خليها نفس السايز 2 تو كبيرة شوية خليها 1.75 وغير الكلر بتاعها لجرين، أفريقيا صغيرة برضو خليها نفس السايز. خلينا نقول إن أكوا مثلا إيجا، insert 1.75 وغير الكلر بتاعها، وآخر واحدة دي نفترض إن هي نورث أمريكا، برضو نصغر السايز ونغير اللون. بعد كده خلينا نعمل كوبي ليهم كلهم كليك يمين جروب، وكده نقدر نحرك الجراف كله كأنه يونت واحدة. وطبعا في adjustments كتير ممكن نعملها هنا، ممكن نحط تكست زي ما قلت لو حابين نوصف أي حاجة، ممكن ناخد التشارت دي كوبي ونحطها في الباوربوينت ونعدل عليها زي ما احنا عايزين لو بنعمل presentation. وانيوي دي ممكن تبقى تول جديدة تضيفها للتولز بتاعتك لو احتجت في أي وقت تعمل presentation وعايز يكون شكلها مختلف ومميز، ممكن تستعمل التشارت دي. وبكده يكون خلص الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجة جديدة.
لو عندكم اي سؤال بخصوص الفيديو ده يا ريت تسيبولي في كومنت تحت، ولو عندكم اي افكار بخصوص الفيديوهات اللي جايه برضه سيبها لي في كومنت وهحاول اعملها ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.